طيب بخصوص البايثون سترينج، زي ما حكينا ممكن يكون عندي اس، انه هاي الجمله هلو ماي نيم از احمد اند اي لاف بايثون، هاي الاس توالي السترينج بالكامل. ممكن اعمل سلايسنج، هذه انه من الحرف الثالث اللي هو اندكس 2، هاي 0 1 2 للاخر، تمام. وهذه انه انا ببدا الانديسيز من العكس، انه انا عندي هنا ماينس 1 ماينس 2 ماينس 3 ماينس 4، فهنا لغايه الواي، فهنا من الأول لغاية ماينس 4، من الآخر هي لغاية الواي من الأول زي هنا. أو ممكن أعمل إنه أحدد بداية الإندكس ونهاية الإندكس كسب سترينج، هنا من 3 ل 5 فعليا هي عبارة عن حرفين، اللي هو الإندكس الثالث والإندكس الرابع، اللي هو الحرف الرابع والخامس فعليا. من هنا لو عدينا إنه الحرف الرابع والخامس زي هيك، اللي هي الأل والأو. ممكن نشوف كل الدوال المتعلقة بالسترينج في البايثون لو احنا نسينا، لانه احنا مستحيل انه احنا نحفظ. بنقول دي اي ار اس لاي اوبجكت من السترينج، فبروح بجيب لي كل الدوال. طبعا هاي كل الدوال، هاي عشان انه احنا نعرضها كلها جنب بعض، فخلينا نحطها في جملة برنت، تمام. الشغلات تبعت الاندرسكور هذه متعلقة بالكلاسز، بس ممكن نبدأ هنا مثلا على سبيل المثال find. فينا عندي هنا دوال كتير بتبدأ ب is، is al num، is alpha، اي حاجة بتبدأ بال is بترجع true false بالضبط. يبقى هنا is upper is lower، ما هتلاقيها موجودة في مكان ما، تمام. is numeric اي is lower، تمام. is space، فهذه عبارة عن دوال انه ممكن انه بترجع true او false، فبالتالي لازم تكون الاحرف كلها capital عشان انه يرجع true. فبالتالي في عندي دالة هنا is lower، وفي نفس الوقت في عندي lower. هاي is lower تفحص انه اذا كان كله small letter او لا، بترجع true او false. lower بتحول بالضبط. هذا النص اللي احنا دخلناه كله small، تمام. فممكن اعمل هنا s dot upper، فبالتالي كله حوله capital، تمام. حاجات ممكن افحص هل هو كابيتال، اس اس دوت از ابر، فهيرجع فولس. لكن لو فحصنا انه اس دوت از لور، هذه حترجع ترو لانه معقول. هلو ماي نيم از احمد اند اي لا، لازم يكون كله سمول. ما حولتش، انا ما حولتش، تخلي بالك من هاي النقطة. هاي بدي هنا احط لك اس، لا هي بترجع سترينج بس بتعدلش على الاوبجكت الاصلي، فعشان هيك اذا انت بدك تحولي فبتحكي انه اس بتساوي اس دوت ابر، تمام. فهي اس دوت ابر هي رجع لي هذا الكلام، هي بتراجع بس بتعدلش على الاس الاصلي. فهي الاس انه هي لسه ضايل سمول، بدك اياه يتعدل، فبتحطي الاس بتساوي اس دوت ابر، تمام. هنا هذا الكلام حيختلف، حيصير هنا ترو لانه كله تحول، وهنا حيضلوا فولس، ما فيش شيء يعني، ما فيش اشكاليه، تمام. مرة تانية انه ليش ما طلع ليش انه lower، لانه كانت انه hello my name احمد I love python، ال I لو كان حرف واحد على الاقل capital لازم كله يكون small، تمام. طيب في عندي دالة ال starts with s dot starts with، ممكن ادخل هنا string او substring. هل هذا بيبدا بالاتش؟
انه حكيت ورجيك اياها بمثال. حكيت هذا ترو ولا فولس؟ لاحظوا انه صار كابيتال فولس. فهنا ما ننساش الاس في الستارتس اتش هيك بصير ترو. هذا كاركتر سب سترينج انه بيكون زي هيك. معنى ذلك انه يكون اتش مطبوعه ب اي مطبوعه ب ال زي هيك بالضبط. زي هيك بالضبط انه مجموعه من الكاركترز انه تكون مطبوعه مع بعض. بالمقابل في انا عندي داله اسمها end with. تمام. و بايثون انه ممكن نحط سب سترينج هنا او ان 2 اس كانت هذه ترو انه بينتهي بالاو ان. لا 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 بالضبط. طبعا هنا في البايثون انا عندي كوتيشن او دبل كوتيشن نفس الاشي. هذا عباره عن سترينج بس انا بفضل انه سنجل كوت لانه هديك بدي اضطر اعمل شيفت ما اسهل يعني في الكتابه يعني. بس اما هي دبل كوتيشن او سنجل كوتيشن موجوده في البايثون. الاثنين ممكن انه انت تحددي فيهم السترينج. تمام. طيب في عندي داله الستريب. هذه كتير احنا بنستخدمها في تنظيف النص. تمام. الستريب فعليا لو كان في عندي يعني الاس هاي الاس خلينا احولها للور احسننا يعني اسهل في التعامل. تمام. بدي اخده انسخه زي هيك واحط انه اس بتساوي هذا الكلام. وهنا بدي احط سلاش ان وهنا سبيس وسلاش ان وهنا في سبيس. تمام. فالان لما احط اس بيعرض لي اياه زي هيك مع الكنترول كاركترز لكن في البرنت بيظهر هذا الكلام. اس شايفين انه هنا هاي السلاش ان هي عملت بريك لللاين وهنا في عندي سلاش ان هيها موجوده هنا. تمام. بس مش ظاهره عشانها سطر جديد. وهنا في سبيس اللي هو هذا. فالستريب ايش بتروح؟ بتروح من اليمين واليسار. ف ممكن اعمل زي هيك انه اس دوت ستريب. فايش راحت؟ راحت السبيس والسلاش ان اللي هنا والسبيس. اما السلاش ان اللي في النص ضايله. فهذه من اليمين واليسار. في عندي ال ستريب وار ستريب بالضبط. تمام. نفس العمل بس هنا ليفت او رايت. فهذه الداله كثير مهمه لما احنا نقرا الملفات انه بنحتاج انه احنا نعمل ستريب عليها. طيب في داله سبلت بالضبط. باي ديفولت بتقطع على السبيس. هاي اس دوت سبلت. فهنا صار في عندي توكنايزيشن تقطيع. وهنا انه اي حاجه وايت سبيس بالضبط بقطع عليها انه بشوف هنا انه في سبيس بياخذ هاي بقطع. وهنا الماي لحال هي موجوده از نيم احمد فبالتالي انه بتصير بهذا الشكل. ممكن اعمل سبليت على اساس ديليمتر معين انا بحدده. يبقى الديفولت هنا سبيس. فهنا بدي اقول له لو سمحت اعمل لي سبليت على اساس السلاش ان. فكم مقطع حياخد؟ هذا وهذا. بس هذا بعد الستريب. بس هنا لو طلعنا
انه في عندي هنا سلاش ان وهنا سلاش ان، فحيصير في عندي ثلاث مقاطع. فعشان هيك احنا ممكن نعمل strip وبعديها split عشان نكون متوقعين انه الاوتبوت انا عندي بس تو مقطعين. فهنا hello my name is احمد and وهنا I love python اللي هي قطعة على اساس السلاش ان. فهذه كتير مهمة، ممكن استخدمها لو كان في عندي كوما، لو كان في عندي تاب او اي حاجة انه انا عندي موجودة في النص انه انا ممكن اقطع على اساسها. فبالتالي ممكن تكون طبيعة المسائل زي هيك، انه انا في عندي نص معين فبالتالي مطلوب تقطيعه، بدي كل الكلمات اللي بتبدأ بحرف كذا، فبالتالي هي مجرد استخدام دوال موجودة من وين؟ من مكتبة السترينج. فبتعمل split، split وين راحت؟ بتعمل split يعني وبعديها بتستخدمي ال start with بهذا الشكل يعني عشان تعدي الكلمات. طيب is alpha يعني بيحدد إذا كان رقم، is num بيحدد إذا كان رقم. مش هجرب لكم إياهم كلهم، بس هنا صار في عندكم فكرة بشكل أساسي. بنركز على split و strip. strip وين راحت؟ هذه strip. split strip. ممكن دالة الجوين تلزمنا، دالة الجوين في حال انا عندي كان ليست زي هيك، هاي words بتساوي as dot split. شوفي كيف شكلها هاي words عبارة عن list of character of words. فممكن اعمل join للست معينة، فحتصير انه زي هيك. بدي اعمل join على اساس ايش؟ انه slash n كل كلمة بدي احطها في سطر dot join، واحط هنا الwords. شايفين كيف الناتج؟ هنا hello slash n my slash n الى اخره. طبعا هذا الكلام حيبين في الطباعة. print. تمام. وممكن اعمل join على اي حاجة انا بدي اياها، يعني على سبيل المثال ممكن اعمل هنا join على اساس slash t او خلينا نقول انه semicolon. فحيصير انه هاي بين الكلمات، هاي دالة الجوين برضو حتلزمنا بشكل كبير في التعامل مع النصوص. بس هاي اكتر الدوال اللي احنا محتاجينها. تمام، خلينا نروح على الملفات وبعديها نروح على الديكشنري. فهنا نسكر هاي، نعمل واحدة جديدة وهنا python files. فعليا التعامل مع الملفات في البايثون انه انا في عندي دالة الاوبن، بالتالي هنا لو اطلعت طلعت فوق في عندي هنا مجلد اسمه كوربس، حطيت لكم فيه يعني مجموعة من الملفات النصية. هنا bbc.com هذه ملفات انا جمعتها عبارة عن عناوين الاخبار، جمعتها في 9/4/2019. تمام، عبارة عن عناوين اخبار فقط، يعني كل عنوان في سطر انه زي هيك. تمام، هذا العنوان الأول، هذا العنوان الثاني، الثالث، الرابع، وهكذا.
فبالتالي كل عنوان إنه محطوط في سطر لحال، فبالتالي هذا فيه حوالي 94,000 نيوز هيدلاين. تمام؟ فهذا الملف بدنا نقرأه في البايثون. فممكن نختار إنه في عندي طريقتين لقراءة الملف. يونيكود بدي احط النوم يونيكود. طيب ف يبقى هنا انه الطريقه الاولى بدنا نعمل نقرا الملف read file line by line. في هذه الحاله بدي اعرف file handle f handle بتساوي open. هنا بحط اسم الملف، طبعا اسم الملف بدي احط الريلاتيف باث تبعه. انا وين موجود؟ موجود هنا فعليا. الكود تبعي وين موجود؟ في النوت بوكس. ايوه بايثون فايلز، شايفين وين بايثون فايلز هذا. تمام، والملف اللي انا بدي افتحه ايش بدي اسوي؟ موجود هنا فوق كورس. تمام، وهي اسم الملف. فهذا بدي اخذ المسار تبعه. وينها بالضبط؟ زي هيك. بس هذه الكوربس كيف بدي اوصلها؟ عشان انا موجود هنا في المسار الحالي، فبدي اقول له انه اطلع لي فوق زي هيك. عارفين هذا الكلام، نقطة هي عبارة عن مؤشر للمجلد الحالي، نقطتين المجلد اللي فوق سلاش كوربس سلاش بي بي سي. تمام. طيب هذا طبعا الفايل نيم. في انا عندي باراميتر ثاني اسمه، هو باي ديفولت بيكون ريد المود، فمش محتاج ان انا اعرفه، بس هنا بعرف الانكودينج بتساوي يو تي اف 8. بهذا الشكل. فبس انا عندي 2 باراميترز، الاول اسم الملف، ممكن ان انا احطه زي هيك عشان يكون الكود ريدابل اكتر وبس على الشاشة. فهنا فايل اف اف نيم بتساوي يونيكود انكودينج. عملتيش مع الانكودينج قبل هيك ترميز الملفات؟ طيب ترميز الملفات، انا في عندي طريقه، يعني عدة طرق لترميز الملفات. طبعا الطريقه هذه اليو تي اف انه بيدعم جميع اللغات بما في ذلك العربيه. طبعا ممكن انتم يكون قد مر عليك انه انت فتحتي ملف ولقيت النصوص تبعته مخربشه، فبيكون الترميز تبعه انه تم قراءته بشكل خاطئ، فبالتالي انه يعني بطبيعه الحال هنا على البراوزر، ف في البراوزر في البراوزر ممكن، مش عارف هنا في الكروم كيف تطلع، بس في فايرفوكس يعني على سبيل المثال تكست انكودينج، هذا كله انه هو محطوط يونيكود، فهذول كلهم انه انكودينج يعني عربيك ايزو، في عربيك ويندوز، فاليونيكود بيدعم كل اللغات. هذه شغله كثير مهمه انه احنا نعرف ترميز الملفات، انه ايش الفورمات تبعها، وانه احنا يعني نقرا الملفات بالفورمات الصح. ف
فالآن هنا في الجوبيتر لاب لو رجعنا تاني على الملف هذا فتحناه، فبعرفش هل في معلومات على الانكودينج ولا لا، ما فيش. فيش خصائص هنا وهنا خالص، يعني فيش خصائص، بس ممكن يكون انه انا باستخدام مثلا محرر متقدم زي مثلا النوت باد بلس بلس بيكون انا موجود، انا عندي الانكودينج موجود تحت هنا، فبالتالي بتقدر تعرفي الانكودينج. طيب هاي عرفنا الفايل هاندل، فبدي اقرا الملف سطر سطر، فبروح بحكي فور لاين ان فايل هاندل، تمام، برنت لاين بهذا الشكل. فهنا لما اشغل لاحظوا انه انا في عندي هنا هاي هذا، وفي هنا عندي ليش في عندي زي هيك؟ لانه اللاين اصلا في سلاش ان، في انا عندي البرنت اصلا تطبع بسطر جديد، فبالتالي هنا بطلع عندي سطر فيه فراغ وهنا فيه فراغ وهنا فيه فراغ. فكيف ممكن اشيل هذا الفراغ؟ بشيل هذا الفراغ انه انا بحط هنا هو الملف كبير شوية، فانا ايش ممكن اسوي؟ بدي اروح هنا هنا عندي الكوماند هذا head bbc بحكي له هنا minus n 200، فهنا بس بيجيب لي 200 سطر وخليهم يعني 500 سطر، 200 بكفي، تمام. زي هيك هدول ال 200 بدي اعملهم redirection لفايل اسمه bbc، وهنا بدي احط small، فبالتالي هذا السطر بس أو هذا الملف فيه 500 سطر بدل ما هو 97,000 سطر، عشان إنه بس إنه إحنا يزبط معنا الديمونستريشن يعني ما يكونش. فهنا الفايل نيم طبعاً لسه معلق، وعشان الريندر على البراوزر والبراوزر إنه لسه شغال هذا. لسه قاعد بقرأ في الفايل، ما دام في انا عندي ستار معناها انه لسه قاعد بعمل اكسكيوشن. فهنا انا ممكن اعمل شت داون للكيرنل من هنا، اعتقد هاي او طيب هجيت هنا بعد ما وقفناه حطينا underscore small، فبالتالي هنا قصرناه على 500 سطر، وهنا زي ما شايفين انه يعني في استجابة بشكل سريع، فانه هاي ال 500 سطر. ف
فالآن في أنا عندي السبيسز للزيادة هذه، فإيش بدي أسوي؟ بدي أعمل إنه أنا أشيلها. أنا حكينا إنه البرنت بتطبع سطر جديد وفي سلاش أن، فبشيل السلاش أن هذه بالستريب بيعرش، فبالتالي إنه هاي وعرضوا بدون سبيسز بيعرش. طبعاً هذه الطريقة الأولى لقراءة الملف اللي هي عبارة عن line by line. إيش الفائدة تبعتها؟ الفائدة تبعتها إنه إذا كان حجم الملف كتير كبير بالجيجا بايتس بعملش فت في الميموري، فبالتالي ممكن أقرأه سطر سطر، بيكون إنه أفضل بدل ما أنا أحمله كله في الذاكرة. فالطريقة الثانية إنه بدنا نقرأ read the whole file، نقرأ السطر كله كاملا. فبالتالي هنا إنه بنعرف text بتساوي open، طبعا اسم الملف موجود أنا عندي فوق اسمه fname، وهنا encoding بتساوي utf8. هنا فينا عندي عدة دوال منها read، بدي اقرا الملف كله بالكامل. تمام، طبعا لو عرضت هيك صار التكست هذا كله في الميموري، فلو عرضت مثلا اول 10 كاركترز او 20 فهي من الاول لغايه مثلا 20، فانه زي هيك. وهي لو عرضنا مثلا 70 فهنا هاي في السلاش ان، فبالتالي انه بحمله كله مع الكنترول كاركترز تبعونه بهذا الشكل. تمام، فالان احنا ممكن انه نتعامل مع الملفات بهاي الكيفية. تمام، طيب هاي هذا بخصوص الملفات. خلص انه صار انه عندي هذا عبارة عن string موجود في الذاكرة، فممكن اقطعه زي ما انا بدي. فهنا على سبيل المثال انه for word in، او ممكن قطعه words بتساوي text split. هاي شوف words زي هيك. تمام، فهنا مثلا بدي كل الكلمات اللي بتبدا بالالف واللام، فهنا ال count بتساوي 0، وهنا بدي اروح على الف على كل كلمه في الword in words. if الword هذه starts with in quotation ال، فهنا ال count plus equal 1، بعديها بنطبع الكات. في عندي 499 كلمة، هم كلهم قديش؟ 1782 كلمة، فمنهم 494 كلمة بتبدأ بالألف ولا بهاي الكلمة. تمام؟ بس انا بدي اخذ هاي الجزئيه او بدون اخذها بعيد كتابتها، وبدنا نروح على الديكشنري. فبدنا نقرا النص زي ما اتفقنا، التكست بتساوي open، هنا بدنا نحط fname بتساوي، بدنا ناخذ المسار تبعه، هذا السمول كوبي path، name encoding
كونك هذه ضرورية خاصة عندكم في الويندوز لأنه الديفولت إنكودينج عندكم مش اليوتي أف 8، فلازم كل ما أقرأ الملف أحدد إنه يوتي أف 8. وهنا زي ما اتفقنا تريد هذا التكست والوورد بتساوي التكست دوت سبليت. تمام. صحصحين معايا؟ تمام. هجيت البايثون ديكشنري، الفكرة تبعته انه انا بدل ما يكون في عندي ليست، تمام، انه هاي الليست هذه هي ال بتساوي انه زي هيك، انه عندي مثلا هاي رقم الطالب الجامعي 1/2019/1122 اسمه احمد والديبارتمنت تبعه اي تي، فبالتالي انا بتعامل هنا مع انديسيز، بدي الرقم الجامعي ال اوف 0. تمام. فهنا انه الستودنت اي دي، فبقول ال اوف 0، لازم اكون حافظ الاندكس. بدي الديبارتمنت، ساعتها بقول ال اوف الواحد 2. تمام. فهذه اشكاليه. فالان هذا الليست كولكشن. فالان الديكشنري فعليا انه بده يكون في عندي اليه انه انا اتعامل مع كي وفاليو، فبالتالي الكي هو زي الاندكس والفاليو زي هيك، فبالتالي انه هذا حيتحول بدل ما هو زي هيك، فبده يصير انه std info كديكشنري بده يكون في عندي الكي عباره عن الاي دي، وهنا 1/2019/1122 كي نقطتين الفاليو. و النيم ككي والفاليو احمد، والديبت ككي ممكن ننزل هذه تحت زي هيك انه ريدبل اكثر، حكينا انه اي تي بهذا الشكل. فبالتالي هنا تساوي، بس تساوي، بس كنت ناسي تساوي. فالآن بدل ما كنت أنا أعمل ال اوف 0 ال اوف 2، فبيصير إنه std بدي الرقم الجامعي id، بدي الاسم. زمان قبل كنا إنه نتعامل هنا بإندكس كرقم، فهنا الإندكس عبارة عن الكي. تمام. طيب لو حطيت ايش بيصير؟ ايش نوع الايرور؟ كي ايرور. كي ايرور. تمام. انه الكي هذا مش موجود، عشان هيك بدي يكون في عندي في الديكشنري ده اللي اسمها جيت بتسبب ليش هاي الاشكاليه. فهنا بقول student info dot get gpa، فاذا كان موجود برجع لي، ما كانش موجود برجع نان. وعشان تتاكد انه هو برجع نان، ممكن نحطها في جملة print. تمام. فهذا بسببش key error. تمام. ممكن ان انا احط هاي زي هيك واحط هنا default value not found. ايش معنات هذا الكلام؟ في جي بي اي برجع، ما فيش بروح برجع not found. بالضبط. تمام. طيب هاي بترجع لي. طب لو قلت زي هيك، ايش بيصير؟ اضافه. كيف اتاكد انه هي اضافه؟ هي بنشوف كيف شكل الديكشنري صار في جي بي اي 98 و3.
تمام؟ فبالتالي انه هذه جديده فبروح بعملها اضافه. طيب لو انه احنا عملنا زي هيك وهاي الشغله انه اصلا موجوده محمد بصير ابديت، تمام؟ يبقى هذه انه نيو، معنى ذلك انه حيصير انه اضافه، وهذه انه اوريدي اكزيست، معنى ذلك انه حيصير ابديت لانه اكزيستس. بدنا نشوف كيف الديكشنري صار. صار محمد. تمام. طيب في عندي في الديكشنري انه انا ممكن اجيب items بجيب لي الكي والفاليو as tuples، انه اي حاجه بشوفها بين قوسين هذه عباره عن tuple، هاي الاي دي كوما الكي والفاليو، كي وفاليو، كي وفاليو، كي وفاليو، تمام؟ يبقى هذا الايتيمز. طب لو بدي ارجع الكيز لحال فهذا الكلام دوت كيز بالاس، تمام؟ والفاليوز بالاس نفس الشيء. تمام. هي الدوالة الرئيسية. في كم من دالة اللي هي انه خلينا نشوفها، كيف بدنا نشوفها؟ print dir std info. في عندي pop وفي عندي pop item. pop بتشيل اخر عنصر، يعني بتسوي شغلتين، بترجع وبتشيل. ف هنا std info لو عملنا مش هنا، هنا dot pop اخر عنصر انا عندي pop انه تاخد كيف؟ بتاخد argument، الargument هذا هو عبارة عن طب البوب ايتم هذا يفترض ما تاخدش arguments. اوكي، يبقى العكس، يبقى البوب ايتم بتشيل اخر عنصر وبترجع. يعني هنا خلاص بطل في جي بي اي، في هنا عندي اي دي نيم ديبارتمنت، بطل في جي بي اي، وهنا طبعت لي اياه لانه رجعته، بترجع الكي والفاليو. اما بوب ايتم، اما عفوا بوب بحط الكي بالضبط. فهذا دوت بوب، فهنا بحط مثلا بدنا نشيل الدبت، فبتسوي شغلتين، بترجع وبتشيل. فهنا رجعت الفاليو، وهنا لما نشوف انه خلاص بطل فيه ديبارتمنت. بس هي هذه اغلب دوال القاموس. ابديت هي نفسها، يعني هذه انه لما احكي std info of مثلا address بهذا الشكل بتساوي مثلا ناصر ستريت، هو نفس الكلام انه انا
صحيح مزبوط كلامك، انه انا ضفت هذه حاجات بدي اعملها ابديت. هنا هي دوت ابديت، بس خلينا نشوفها اول. فهي الادرس نوثر ستريت، فممكن انه نعمل هنا نعم ابديت، بس الفورمات تبعه حيكون بدي اعطي له ديكشنري، فبقول له هنا ادرس اعطيه كديكشنري نقطتين مثلا خان يونس. وهنا نشوف بعض الابديت، بس تخلي بالك من النقطة هذه انه عند الابديت لازم اديله اياه بين البراكتس تبعت الديكشنري انه كي وفاليو، يعني شكل تمام. هذه اغلب دوال القاموس. نيجي الان انه احنا بدنا نعمل واجب، او بدنا نعمل اكسرسايز. الاكسرسايز انه احنا بدنا نعد الكلمات، بدنا نعمل عداد للكلمات، فانسب حاجه انه احنا نستخدم ديكشنري، فبالتالي الكي حيكون الكلمه والفاليو هو عباره عن تكرار الكلمه. حقيقه حساب تكرار الكلمات من اهم الشغلات. انا عندي لما يكون في عندي نص معين انا اشوف ايش تكرار الكلمات، اشوف الكلمات الاكثر تكرارا. طيب فحقيقه انا عندي الوردز هيهم، هي اول 10 كلمات عشان حملناهم زي هيك من فوق، هذه مش مشغلة. هذه كيف اعرف مشغلة ولا مش مشغلة؟ انه اذا كانت انه البراكتس فاضية زي هيك يبقى مش مشغلة. هذه 1 2 3 هي مشغلة، فهذه ممكن اشغلها زي هيك. هي اشتغلت 31، انه اخر حاجة انا عندي هنا 29 مشتغلة، وهنا 30 جربت فيها 31، فهذه يفترض انه تصير 32، هي اول 10 كلمات. تمام؟ فكيف بدنا نعمل عداد للكلمات؟ ف بدنا نعمل نعرف ديكشنري نسميه word count، عبارة عن ديكشنري فاضي زي هيك، وبدنا نلف على الكلمات كلمة كلمة for word in words. ايش اللوجيك؟ اذا الكلمة هذه مرت علي سابقا بزود الكاونت 1، واذا ما مرتش علي بيصير اضافة وبيصير الكاونت تبعها 1. فهنا كيف افحص انه الكي موجود؟ أجل بتقولي if الword in word count، معنى ذلك إنه بدنا نعمل update للديكشنري، فحتصير إنه word count of الword plus equal 1، else معنى ذلك إنه كلمة جديدة فحصير إنه إضافة، فالإضافة حتصير زي هيك صح؟ كيف كانوا مش فاهم عليك. يعني حددت مثلا هذا الجزء اللي انت وورد كام هذا اسمه؟ ايوه ديكشنري، ديكشنري فاضي. هيك انا عرفت ديكشنري فاضي. مش هنا فوق انا لما عرفت الستودنت، هي الستودنت انفو، فتحت الجوز هذا كتبت الكي والفاليو، كي وفاليو. انا هنا عرفت ديكشنري فاضي، وين بدي اعبيه؟ جوا اللوب. فلقيت هذه لما حكينا زي ما شفنا سابقا فوق انه الديكشنري اوف الكي بتساوي اذا كان موجود بيصير ابديت، مش موجود بيصير اضافه. فلقيت انه
كان موجود هي الوورد ان وورد ديكشنري. فبالتالي هنا كي ان فاليو عفوا كي ان ديكشنري. فبالتالي احنا متاكدين انه موجود فبدنا نزود على الكاونت بواحد. هنا مش موجود فبده يصير انه نضيفه ويصير الكاونت بواحد. تمام. هاي شغلنا خلص الكاونت. فالان بدنا نشوف الكاونت هذا بدناش نشوفه كله بدنا نشوف اول 10. بتعملش السلايسز فمن هنا بنقول له دوت ايتيمز ونقول له هنا من الايتيمز هذول بدنا اول 10. هين جابهم كلهم بس انا بدي اجيب اول اوكي ليكت ايتيمز اوكي ممكن ما ماشي نعمله كاست لليست وهنا بقول له اول 10. فبالتالي هنا ايرلندا 1 برتغال 1 من طبيعة الحال في تكرار انه حرف جر اكيد بطبيعة الحال انه يكون في تكرار عالي. مسابقة 2 يوروفيجن 1 وهكذا كميات او مصادرة 2. لو نلقي نظرة عليه كله زي هيك اي ممكن نشوفه زي هيك. مع حرف جر اكيد بطبيعة الحال احرف الجر انه بتكون التكرار تبعها عالي الى تكرار تبعها عالي بطبيعة الحال هذا الاشي طبيعي. تمام. رئيس 6 لاحظوا انه برضو كذلك احنا مش كل النص يعني عشان هيك هنا الكاونت انا عندي ممكن يختلف فبالتالي هنا بدي اغير هذه انه السمول نقرا كل الملف لانه احنا مش حنطبعه كله بس يعني انه زي هيك. وهنا بدنا نعيد الكاونت هنا او هذه خلينا ننقلها تحت هيك احسن. هنا أول 10 كلمات هاي هون وهنا الورد كاونت وهنا لا صار إيرلندا 9 لأنه احنا كنا قارئين فقط 500 سطر احنا بدنا نقرأ الكله. فهنا إيرلندا 9 برتغال 9 من 1400 14000. تمام. مسابقة 121 كبيرة 131. تمام. وهذه لو شفناها حتطلع لستة كتير كبيرة فبالتالي انه خلص خلينا على العشرة او خلينا اول 20 زي هيك وهذه نشيلها لانه بدناش انه يكون في عندي اوتبوت كتير. في انا عندي 43000. تمام. طيب لقيت هذا الكلام كم سطر اخذ منكم؟ 1 2 3 4. ايش رايكم لو اختصرناه في سطر واحد بس؟
كيف؟ خلي لكم إياها، تمام؟ فهنا حضيف سلة جديدة، وهنا بدي أقول إنه الورد كاونت أوف الورد إيش بتساوي؟ الورد count dot get word إذا كانت موجودة برجع التكرار تبعها، ما كانتش موجودة برجع zero، وفي كل الأحوال بنضيف عليها واحد. فبالتالي لو كانت zero معنى ذلك إنه zero زائد واحد zero، فبالتالي هنا بيصير إضافة. لو كان في تكرار موجود، لنفترض إنه هي مكررة ثلاث مرات سابقا، فايش راح يصير؟ حيرجع 3 زائد 1 4، وحيصير هنا ابديت. هذه الجملة كمان مرة موجود الكي ابديت، مش موجود اضافة، مش موجود برجع 0 زائد 1 1، موجود لنفترض انه تكرار 3 راح يرجعه هنا زائد 1 4، فهنا بيصير ابديت بهذا الشكل. واضحة؟ طيب الآن هاي شغلنا كمان مرة، تمام؟ وهي بدنا نعرض أول 20، احفظوا إيرلندا 9 برتغال 9 من 14,051، تمام؟ نشوف بيطلع نفس الكلام ولا لا. نفس الكلام، فبالتالي هذا very short في سطر واحد. بالضبط. عشان هيك انا يعني كتبت لكم اياها بالطريقه باللوجيك المنطقي، انه اذا موجود بنضيف على الكاونت تبعه، مش موجود بنضيفه وبنحط واحد. وبعد هيك استغلينا داله الجيت مع مفهوم الابديت والاد في الدكشنري. تمام. طيب بدنا نجيب الكلمات الاعلى تكرارا، هيك مش مرتبات، فبدنا نعمل sort للديكشنري. ايش بنروح بنسوي؟ بنعرف ديكشنري جديد sorted count بتساوي، لأن في عندي دالة بلت إن اسمها sorted لو أديته الديكشنري اللي هو الword word count items، فعليا إيش راح يسوي؟ راح يرتب لي إياهم حسب الكي، ترتيب أبجدي، تمام؟ ولو شفنا هنا أول 10، فهنا حلاحظ انه هنا الف ميم الف نون، طبعا هنا الارقام بتيجي قبل الاحرف، الف واو الف واو الف غين، بس لاحظوا الفرق انه هنا الف الهمزة فوق وهنا الف الهمزة تحت، فترتيبها في اليونيكود انه هذه انه بتيجي بعد بعديها الالف بدون همزة زي هيك، فعمل ترتيب ابجدي. انا ما بديش هذا الكلام، انا بدي ترتيب حسب الفاليو حسب الكاونت. عشان هيك ايش بدي اروح اسوي؟ بدي اروح اعكس الكي والفاليو، فبالتالي هنا بحط V K for K V L. عشان تكون الأمور هذه واضحة عندكم، خليني أول أحط لكم هذا الكود. فبالتالي إنه أنا في عندي إمكانية في البايثون أقول إنه في الديكشنري for key value N
طبعا احنا بدنا اول 10 او اول 20 ماشي زي هيك تمام. وهي print key b او خليني اعملكم انها فورمات المرة تاخذوا الفورمات. فبالتالي انه بتكون انه هاي الكلمة كي نقطتين سلاش تي فاليو دوت فورمات كي بي. فعليا ايش راح يصير؟ انه هذا عبارة عن جملة برنت هاي النص، هاي النص اللي حيكون موجود راح يستبدل هدول القوسين بالفاليو اللي موجودة هنا، وهدول القوسين برضو كذلك بالفاليو اللي موجودة هنا. واضح دالة الفورمات؟ بسيطة. ايش راح يسوي؟ هنا بعمل iteration key وvalue في dictionary.items. فهنا الكي ايرلندا الفاليو 9، الكي البرتغال فاليو 9 وهكذا. تمام؟ فهي الفورمات تبعه موجود. ففعليا هنا انا ايش سويت هنا؟ كي فاليو ان وورد كاونت دوت ايتمز، بس هنا ايش؟ عكست الترتيب تبعها. برضو هذه عشان تكون الامور واضحه بالنسبه لكم، انه هذا بدنا نحطه في لسته زي هيك. هذا كود معقد مركب شويه. برضو عشان تكون الامور واضحه عندكم، انه هنا انه انا بكتب 4 جوا الليست في لاين واحد. احنا متعودين دائما انه نقول 4 وبكتب الكود، بس بده يكون في عندي ستيتمنت 4. وهذا انه انا اعيد ترتيب الكلمات برضو وارد عنا، انه انا بقول كل يوم انا بروح على الجامعه او على الجامعه كل يوم انا بروح. فاللي بيصير فعليا انه احنا بنسوي العكس. فممكن اسوي انه انا عندي هنا اف بتساوي 14.5 او 14.2 10.3 15.9 الى اخره. فممكن اعمل لسته جديده واقول انه اللسته هذه ايش بدي اعبي فيها؟ بدي اعبي فيها انتجر اكس، والاكس بدي اياها تلف 4x in f. واضحة؟ فهذه عملت كاست لانتجر، هنا حي 14 عبيناها انه كاست، يعني هنا عبارة عن ليست عبيناها في ايش؟ بالاكس، والاكس بنلف فيها على الاف بهذا الشكل. هنا نفس الكيفية، انه انا فتحت جوز لليست فاضية، ايش عبيتها؟ عبيتها فاليو كي، عكست تمام؟ فور كي فاليو زي هيك. هيك بروح برتب لي حسب الفاليو. هذا الترتيب خلينا نشوف اول اول خمسة. ايش ملاحظين؟ واحد واحد واحد، وبالتالي بدا من الصغير للكبير. فهنا بدي الترتيب يكون ريفرس، فهنا بحط كوما ريفرس بتساوي ترو. فهنا عكست الترتيب، وهنا هنا جاب لي الكلمات الاعلى تكرارا اللي هي في اعلى من هذا سبيس اعتقد، لا مش سبيس، هذه الكلمة عن، عفوا هاي الكلمة عن. ومقتل للأسف متكررة 4000 مرة من الكلمات الأعلى تكرارا، لأنه طبيعة النص أنا عندي عبارة عن أخبار تمام.
فهذه الكلمات الأعلى تكرارا. طيب، فالكلمات الأعلى تكرارا إنه بتورجيني فعلا في اللغة كـ Natural Language Processing إنه الكلمات المستخدمة أكثر شيء. واضح من الطبيعي إنه أحرف الجر إنه مستخدمة في كل أنواع البيانات أو Text Corpus، لكن في الأخبار هذه الكلمة مستخدمة أكثر شيء، وهذا متوقع يعني للأسف. لكن لو على سبيل المثال كانت الـ طبيعة البيانات إنه من جاية من دومين الرياضة أو من دومين الاقتصاد، فحلاقي إنه على الكلمات بعد حروف الجر شغلات تانية مختلفة، فبتعطيني انطباع عن طبيعة أو الدومين تبع الكوربس. فهذه شغلة كتير مهمة في اللينغويستيكس أو في الـ NLP ناخد بالي منها. في المقابل في عندي الكلمات الأقل تكراراً، هذه بعتبرها الكلمات الفريدة من نوعها. أنا على سبيل المثال إنه ممكن أشوف كاتب معين، مثلاً على سبيل المثال شكسبير، إنه أشوف إيش الكلمات الفريدة اللي بيستخدمها، إنه يعني بيستخدمها مرة واحدة فقط، فبالتالي إنه مهم جداً إنه أعرفها. كيف بعرفها؟ إنه بدنا نجيب من الآخر الآن، فممكن نقول هنا من -10 تمام للآخر، لأنه أنا بديت الإندكس بالماينس زي هيك تمام. فحكيت حيجيب لي تكرار الكلمات اللي تكرارها واحد، كررت مرة واحدة فقط. هنا على سبيل المثال هذا عبارة عن هاشتاج أنه موجود في الأخبار أنا عندي زي هيك، وطبيعي أنه يكون تكراره أنه موجود مرة واحدة. مثلا لو زودت هنا 20 بديني انطباع، هاي المرونة في الموضوع. برضو هاشتاجز ممكن نضيف لغاية 50 برضو هاشتاجز. هنا بدأت تدخل كلمات أخفقت مثلا، إيش تكرارها مرة واحدة بس تمام. أخطر إيش؟ لا في همزة فوق شايفها، أخطر يمكن عشان إنه فيها خطأ إملائي. نعم أحيا أحمد. فبالتالي هاي الشغلات إنه بلاحظ إنه مثلا على سبيل المثال إنه هي مكررة مرة واحدة، لأنه طبيعة البيانات إنه ممكن اختلاف الهمزة اختلاف الأشياء هذه. وهنا في برضو في حساب التكرارات، يعني مثلا ممكن تكون انه كلمات انه تكتب باكثر من طريقه، انه لا يحسبها ككلمه مختلفه تمام. فهذا يعني بيدخلنا لمدخل التكست نورماليزيشن اللي احنا يعني حناخده اللي من خلال الريجولار اكسبريشنز تمام. فهجيت الريجولار اكسبريشنز فعلياً المحاضرة تبعته موجودة هنا. لو فتحت هاي البلاي ليست اوكي انه هي هذه المحاضرة. لا مش هاي المحاضرة، لا هي مش مضيوفة على الليست، مش مضيوفة على الليست. معقول أنا ما رفعتهاش؟ ممكن نعمل بوز لهذا.